وسط البلد أعلن ممدوح قطب المدير السابق بالمخابرات العامة ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية تحت شعار حقك يا مصري، وطرح ملامح برنامجه الذي يركز على إعادة الأمن وإيقاف التدهور الاجتماعي. أعلن بينكم أنني قررت اليوم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية نتيجة لما تعانيه مصر من تدهور أمني واقتصادي واجتماعي. في مؤتمر صحفي بمقر حزب التجمع أعلن الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب عن رؤية الأعضاء لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد. احنا بنوجه كلامنا إلى المواطنين، نحذرهم من أنه ما يساقون إليه الآن سواء في عملية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لوضع الدستور أو في تحصين المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحمي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أي طعن بأي شكل من الأشكال، بحيث اللي تقوله يمشي. ما في حد في الدنيا يقول كده. الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار قررت اليوم بالإجماع تعيين رئيس الحزب الدكتور أحمد سعيد رئيسا للهيئة البرلمانية، وذلك بعد أن كان النائب محمد أبو حامد تقدم بطلب أمس الأول لإعفائه من منصبه. في تطور جديد لأزمة موظفي المحاكم، تقدم اليوم 15 محاميا ببلاغ لرئيس نيابة إمبابة محمد القاضي يتهمون فيه موظفي محاكم الجيزة بتعطيل سير العمل، وذلك بعد استمرار إضراب الموظفين عن العمل لليوم الثاني للمطالبة بحقوقهم، كما تضامن معهم عدد من موظفي المحاكم بالمحافظات الأخرى. وفي الدائرة 16 تعويضات محكمة جنوب القاهرة، ألزمت وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وثلاث من الضباط بسداد 75 ألف جنيه في دعوى التعويض المقامة من شادي ماجد سعد ضدهم بعدما احتجزوه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر وتعدوا عليه دون وجه حق. شادي طلب المحكمة بمبلغ 500 ألف جنيه والمحكمة حكمت ب 75 ألفا فقط. محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قضت بمعاقبة المعتز بالله أشرف جمال الدين وكيل نيابة الصف وخالد صلاح زين سكرتير النيابة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين 10,000 جنيه بتهمة الكسب غير المشروع. فريق التمريض العاملين بمستشفى أوسنا العام بدأوا اليوم إضرابا عن العمل بشكل كامل احتجاجا على الاعتداء بالضرب على إحدى الممرضات ومهاجمة المستشفى من قبل مجموعة من البلطجية عقب مشاجرة وقعت بينها وبين شقيقة مسجل خطر محتجز بالمستشفى. المئات من طلاب الجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية وعدد من طلاب الجامعات المصرية تظاهروا اليوم تنديدا بقرار إدارة الجامعة الألمانية بفصل الطالبين عمرو عبد الوهاب وحسن زيكو نهائيا من الجامعة والطلاب أحمد بوستن ومصطفى عيسى وعبد الحميد نكاوي أسبوعين من الدراسة لمشاركتهم في تظاهرات داخل الجامعة. مباحث الأليوبية تمكنت فجر اليوم من القبض على تشكيل عصابي جديد تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه وتهديد وترويع المواطنين الآمنين وبحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة. المئات من أهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية قطعوا طريق بنها الزقازيق العمومي وشريط السكة الحديدي أمام القطار القادم من القاهرة لمدة 11 ساعة احتجاجا على الانفلات الأمني وتعدد وقائع سرقة السيارات. محكمة أبانوب الجزئية بأسيوط برئاسة المستشار طه الدالي قضت بالسجن 6 سنوات على مكارم دياب سعيد سكرتير مدرسة الدير جبراوي الإعدادية بمركز أبانوب بتهمة ازدراء الأديان وسب النبي صلى الله عليه وسلم وإشعال أحداث الفتنة في أسيوط. المتهم إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ترافع عن نفسه في جلسة اليوم في قضية تخصيص أراضي الدولة لأسرته ورجل الأعمال يحيى الكومي وهشام الحازق الإماراتي بالمخالفة للقانون، وقال مخاطبا المحكمة: أنا وزير الإسكان الأسبق محبوس في ترى يا ريس، وأنا بتحاكم داخل مبنى أعطيته هدية لوزارة العدل، واللي بيحصل ده ظلم
ولازم التاريخ يعرف اللي عمل. وأكد أنه ترك 15 مليار جنيه في الوزارة قبل أن يغادرها، وأن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والمتهم الهارب كان يعلم أن الوزارة غنية، ولكنه لم يجرؤ على طلب المال، وقال بالنص: ولو طلب فلوس تاني كنت هعلقه في ميدان التحرير. شكرا للزملاء اللي عملوا تقرير اخبار احوال مصر، الحقيقة تقرير متميز جدا، وده هيبقى ان شاء الله فقرة عندنا احنا بنعملها عشان خاطر نحاول نقدم لكم اكبر كم ممكن من المعلومات. لكن ليا وقفتين في التقرير. الوقفة الاولانية مع القرار اللي اصدرته الجامعة الالمانية بفصل طالبين عشان تظاهروا. ايه مشكلة ان الطلبة تتظاهر؟ ده احنا كنا بنطالب بالغاء اللائحة 79 اللي كانت بتمنع الطلاب من العمل السياسي في الجامعة، وكان ده من جراء النظام السابق وفساده ان هو كان بيمنع الطلاب انهم يشتغلوا في السياسة. لما الطلبة النهاردة يبقى لهم صوت ولهم موقف محترم يتفصلوا من الجامعة، انا من هنا اطالب الدكتور وزير التعليم العالي دكتور حسين خالد، ارجو ان يصوب هذا القرار فورا وان يعيد الطلبة مرة تانية الى الجامعة. وعيب جدا ان الجامعة ترتكب هذه الجريمة البشعة في حق طلاب. مش معنى ان الطالب تظاهر ان انا افصله، ممكن اجيبه، ممكن الومه اذا كان اخطأ يتحاسب، لكن انا افصله واقضي على مستقبله تماما لانه كان له موقف سياسي، احنا عشنا الظلم كتير وما عندناش استعداد نعيشه تاني، وعايزين نعلم ولادنا ونربيهم على الحرية، على الحرية المسؤولة طبعا، لكن ما يحدث من فصل ده اجراء تعسفي، واتمنى ان وزير التعليم العالي يصوب هذا القرار. النقطة الثانية، كل يوم هناك تزايد في المرشحين للرئاسة. النهاردة عندنا اللواء ممدوح مرشح من كان ضابط سابق في المخابرات العامة، عندنا المحامين خالد علي ومرتضى منصور أعلنوا أيضا ترشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية. واضح أن من النهاردة لغاية إعلان الباب أو فتح الباب هنجد كم كبير من أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة، بخلاف أيضا الأسماء أو المرشحين اللي هيخوضوا الانتخابات من خلال الأحزاب السياسية. بعد يومين فقط من الإفراج الصحي عن قيادي الجماعة الإسلامية محمد الإسلامبولي، أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم عن وصول محمد إبراهيم الكاوي القيادي السابق بالجماعة الإسلامية والقبض عليه لدى عودته للبلاد قادما من باكستان عن طريق الإمارات، وتم تسليمه لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم. وصول مكاوي إلى القاهرة أثار عاصفة من الجدل لا تقل عن العاصفة الترابية التي شهدتها مصر اليوم، بعد أن تناقلت المواقع الإخبارية أن المقبوض عليه هو سيف العدل، الرجل الثالث في تنظيم القاعدة بعد أسامة بن لادن والدكتور أيمن الظواهري، وأحد الأسماء اللي كانت مرشحة لرئاسة تنظيم القاعدة بعد مقتل بن لادن. وبعد ساعات من الجدل نفت مصادر أمنية وقضائية الكلام ده، وقالت أن المعتقل اليوم في مطار القاهرة هو ناشط إسلامي مصري ملاحق وليس القيادي الكبير في تنظيم القاعدة. معانا حد على التليفون؟ طيب، حالة من الغموض تحيط بالحرائق التي شهدتها واحد سيوة خلال الفترة الحالية، والتي بدأت بحرائق محدودة في بعض مزارع مشايخ سيوة وأقاربهم، وانتهت بالحرائق المروعة التي أتت على عشرات الأفدنة بمزارع ممتدة بطول عدة كيلومترات بمنطقة مشتند بقرية المرائي الواقعة غرب واحد سيوة بحوالي 20 كيلومتر. والبعض بيتهم مهربي السلاح والمخدرات عبر الحدود المصرية الليبية القريبة من المنطقة. والحصر المبدئي لخسائر حريق واحد سيوة أكد احتراق 50 فدان فيها 2500 شجرة ونخلة مثمرة، واللي بلغ 6 مليون جنيه تقريبا، ولم يتم حتى الآن تحديد أسباب الحريق والفاعل الحقيقي. وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بعد الاستعانة بسيارات أدفاء من القوات المسلحة للسيطرة عليه، وأيضا الطائرات القوات المسلحة قامت بعدة طلعات جوية لإطفاء الحريق. معانا على التليفون سيادة اللواء طه السيد محمد محافظ مطروح. مساء الخير سيادة المحافظ. طيب، معانا الحاج الشيخ عمران، احد عمران فتحي الكيلاني، احد مشايخ مطروح. مساء الخير يا حاج عمران.
مساء الخير استاذ عمرو. اهلا بيك. احكي لنا ايه اخر تطورات الاحداث عندكم والخسائر حجمها قد ايه؟ والله انت عايز دلوقتي استاذنك بس ان انا اولا عشان اديك ملخص وموجز عن اللي حصل كله واسباب الحريق. اتفضل. اولا بالنسبه مشايخ سيوه طبعا نبذوا ظاهره التهريب اللي حصلت على الحدود المصريه الليبيه وكتبوا تقرير لقائد المنطقه الغربيه بانهم شباب سيوه الواعد بالحكمه والفكر العالي انهم كانوا عايزين يعملوا اعتصام، فكتبوا تقرير الى قائد المنطقه الغربيه انهم عايزين يحدوا الكلام ده من التهريب وانهم مع شباب سيوه. فالمهربين قاموا بحرق مزرعه الشيخ فتحي كيلاني شيخ قبيله الزناين، قاموا بحرق المزرعه والبيت، وتاني يوم حرقوا مزرعه عند الشيخ عمر راجح. ودول بفعل فاعل، والادله الجنائيه اثبتت ذلك، حتى وجدنا في مزرعه الشيخ فتحي كيلاني جيركن 20 لتر بنزين واثار الجريمه. وكذلك المهربين قاموا بقطع طريق مطروح. ثم امبارح كان المفروض اهالي سيوه كلها متجمعه لاعتصام عشان تنبذ الظاهره دي، وسمعنا بعد صلاه العصر ان في حريق في قريه المرائي في منطقه ميشندس بصفه خاصه، ودي بتبعد عن سيوه حوالي 15 كيلو، مساحه الحريق 59 فدان. ايوه. والفعلي اللي انا بنقول لك اتحرق ده عن طريق مجلس المدينه والزراعه 40 فدان حالي اللي تم بدأ حفره. ولكن دي لغايه الان لم يثبت الدليل الجنائي او الفاعل الاصلي. طب خليك بس معايا يا حاج عمران، معايا ست اللواء حسين فكري مدير امن مطروح. مساء الخير يا ست اللواء. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. اخر تطوراتها، اولا الموقف دلوقتي، هل تم السيطره على الحرائق يا فندم ولا الاخبار ايه؟ انا بطمن حضرتك ان احنا من امبارح الحمد لله بمجرد وصول التعزيزات لمنطقه سيوه اللي حضرتك عارف انها بتبعد عننا 350 كيلو. صحيح. بمجرد وصول التعزيزات وعربيات الحمايه المدنيه اللي بعتناها الحمد لله تم محاصره الحريق وتم السيطره عليه واخماده امبارح الحمد لله. واهم جزئيه في الموضوع ده ان احنا عملنا ساتر من بالباصات الحمايه المدنيه عشان نمنع انتقال الحريق الى المنازل المجاوره للحقول دي. هل في اي خسائر بشريه يا فندم؟ لا الحمد لله، ما ده اللي نجحوا فيه الرجال اللي كانوا شغالين كلهم، كان القلب على القلب والايد على الايد الحمد لله بشكل جميل جدا جدا، يبين اصاله الناس واصاله الناس المصريين الحقيقه يعني. ناس اهالي وحمايه مدنيه وقوات مسلحه وعربيات من شركات بترول، كانت حاجه ملحمه جميله قوي قوي الحمد لله، نتج عنها ان فعلا ما فيش خسائر بشريه ابدا الحمد لله. طب هل تم تحديد الجناه؟ هو حضرتك ما فيش جناه، احنا سالنا الناس في المحضر فالناس قالوا ان ما حدش اتهم حد، قالوا ان الحريقه حصلت قضاء وقدر. انت عارف حضرتك كان يوميها اللي هو امبارح كان ريح شديد جدا جدا. اوعزوا اللي حصل او حاولوا يعللوا اللي حصل بان قد يكون البعض يشعل جزء من النار للتدفئه او لاي سبب ان كان، او عقد سيجاره مرمي او حاجه زي كده مساعد في ان يحصل كده الريح الشديد جدا. عملنا محضرنا والنيابه النهارده انتقلت في المعاينه وانتدبت خبراء المعمل الادله الجنائيه علشان يعينوا لبيان سبب الحريق وكيف امتد او من اين بدا او كيف امتد، والحاجات دي كلها بتقدم بها تقارير النيابه، لكن شهود العيان والناس اللي اتسالت ما تهمتش حد ابدا. انا بشكر جدا ست اللواء حسين فكري مدير امن مطروح، واعود للحاج عمران. ها حاج عمران، دلوقتي الخسائر كبيره عندكم هناك؟ والله زي ما بقول لك اللي هي المبدئيه، النهارده اللي اتحصر ما بين مجلس مدينه ووزاره الزراعه ومديريه الزراعه بسيوه حاليا 40 فدان، ويتم غدا بقيه الحصر. وبالنسبه للاهالي امبارح احنا طبعا طلعناهم، وبالنسبه يعني زي ما بقول لك في بدايه الاعتصام سيوه احنا الحمد لله يعني شباب واعد الناس ادوا بالامانه والشرف، اول ما سمعوا الحريق اتجهوا لاطفاء الحريق. ده الكلام ده من بعد الساعة 4 عصرا أكثر من 2000 فرد من أهالي سيوة. ودي أنا مع سيادة. لكن قول لي يا حاج، مين بقى مين اللي ولع النار يا حاج؟ والله زي ما بقول لك أنا في المرحلتين الأولانيين سيانة عند الشيخ فتحي كيلاني أو الشيخ عمر راجح، ده تهديد من المهربين. لكن حاليا مع المرحلة الثالثة دي لغاية الآن ما وصلناش لأي معلومة حقيقية، وما نقدرش نقول لسبب ان انا ما وصلتش المعلومة حقيقية وما اعرفش مين الجاني الفعلي، لكن الاولانيين
اهالي سيوه كلها تشهد بس بذلك. شاكين في حد يعني يا حاج؟ والله احنا عندما بقول لك كان في اعتصام بنبذ ظاهرة التهريب بقيادة مشايخ سيوه القبائل ومشايخ الدين، وسمعنا في وقت ده ان في حريق في منطقة المراقي في منطقة مشندس بصفة خاصة. طيب يا حاج عمران، فبستأذنك بس ان انا عايز اشكر يعني جهاز اطفاء الحريق المدني في سيوة بالمجهود اللي عملوه في الحريق ده، حتى ان عربيتهم تحصرت، عربية الحريق تحصرت بالنيران وما رضيوش يطلعوا، وبنشكر اهالي سيوة اللي ساعدوهم ان ينقذوهم، وبنشكر الحاج عزمي تبرع باللودر بتاعه ودخله في وسط النار وطلع على الحمد لله الحمد لله، وبنشكر القوات المسلحة بما بذلوه من جهود صحيح، بعتوا طيارات وكان ليهم دور كبير جدا. بنشكر الجميع يا حاج، وبشكرك جدا حاج عمران فتحي الكيلاني من مشايخ مطروح. في ملسموني وهاجمون نائب بحزب النور وبيسرقوه بالإكراه قبل الفجر النهارده. هاجم النهارده 5 ملسمون النائب بمجلس الشعب انور البكليمي ممثل حزب النور السلفي بدائره السادات في المنوفيه، وافادت التحريات والتحقيقات ان الحادث وقع عند الكيلو 55 في طريق مصر اسكندريه الصحراوي واثناء عوده النائب من اسكندريه للقاهره، وتبين ان المتهمين طاردوا الضحيه واجبروه على التوقف واعتدوا عليه بمؤخرات اسلحه اليه ورشاشات كانت بحوزتهم، واستولوا على 100,000 جنيه كانت داخل سيارته. وأفادت تحقيقات النيابة إن المتهمين كانوا يستغلون سيارة جيب شروكي سودا، واستغلوا وجود النايب لوحده في الساعة 1 صباحا مع ندرة مرور السيارات في الطريق، وعملوا عملتهم السيئة. كاميرا 90 دقيقة كانت مع النائب النهاردة في المستشفى، في مستشفى الشيخ زايد. تعالوا نطمئن عليه. بين الموت والحياة، وصل النائب السلفي أنور البلكيمي إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بعد حادث سطو المسلح على الطريق الصحراوي صباح اليوم. طبعا على الطريق الصحراوي باتجاه بلدية السادات قريبة من القاهرة، بعد السلبانية على طول مباشرة. 5 ملسمين أسلحة آلية وطاوي، طبعا اضطريت للوقوف طبعا بعد مطاردة معاهم. اخدنا حوالي 20 كيلو كده مطاردة، بعد اضطريت انا اقف بقى لان لقيت العربية فعلا هتتقلب بيا، والعربية اللي معاهم بيساعدوهم جيب الشروكي. انا معايا العربية الانترا خفيفة، مجرد وصلت ل 160 لقيت هتقلب، اضطريت ان انا اقف لعلي بقول لهم انا عضو مجلس الشعب ولا حاجة يعني مثلا يخافوا ولا كده، بل بالعكس هم ازدادوا بقى ايه سوءا يعني لما عرفوا. فيدوب ضربنا يعني هو ضرب بنيه كده في الشيء، رحت لسه بدي والتانيه كده راح بيقابلني بالايه بظهر البنيه، والتاني راح رشش عليا حاجه فطبعا فقدت الوعي تماما. يقول لي ليس هناك اي عداوه مع اي احد، وغالبا هذا الحدث متعلق بالسرقه بالاكراه يعني، لانه بدليل انهم خدوا الفلوس وانتهى الامر يعني. لكن الشاهد قصه الامن في مصر دي قضيه في غايه الخطوره، خاصه ان الله جعل مصر ارض امن وامان، ويا رب تكون هذه الاحداث الاخيره المتتاليه لبعض النواب ولبعض المواطنين يعني تجعل ان شاء الله الجميع يهتم باعظم ملف نهتم به ان شاء الله يكون الملف الامني. هو اشتباه ما بعد ارتجاع، في تجمع دموي حوالين العين، وفي لحد دلوقتي اللي ظهر كسور بالانف، بس لسه دلوقتي هنعمل بقيه الانفستيجيشنز يعني والتحاليل واشعاعات تانيه، فهنعمل سي تي على المخ وعلى عظام الوجه. على أبواب المستشفى تجمع أقارب النائب وقيادات الحزب مؤكدين أن الحادث لم يكن صدفة. يعني الله أعلم سياسي أو متعمد أو الله أعلم، يعني مش هنقدر يعني بقول لك ناس طلعوا الساعة 2 بالليل، هو بروح مدينة السادات الساعة 2 بالليل بعد ما عدى الكارتة توتال اللي هو بتاع الكارتة ده، بعد ما عداها ب 20 كيلو قطعوا عليه الطريق، جرى منهم بالعربية جيب وأربعة والسلاح طالع من أكنهم حراسات، السلاح طالع يعني ممكن قال لك بدل ما ننضرب
هيضربوا فيا دفعة وهننقلب وخلاص. فخلاص وقفت. فوقف بقول لك انهم كان معاه فلوس في العربية، قلبوا العربية وخد الفلوس وربنا بقى يشفي بقى ويشفي الأولاد. والله هو قد يكون سياسي وقد يكون جنائي، يعني حضرتك النهاردة ليس هناك مانع ان يكون جهة من الجهات مدبرة الحادث سواء سياسيا او جنائيا. يعني كل يوم حوادث اختطاف وقتل ونهب وسرقة، وده كلام فارغ، ده كده واضح ان كلام فارغ اصلا، وده كلام كله بيضحكوا علينا الكلام تسكين لنا. لا يا جماعة الكلام ده مش هينفع، واحنا رجل الشعب لن نسكت عن هذه الحادثة. الاسبوع اللي فات من حوالي 10 ايام خد حسن البرنس ده في البحيره برضو ضرب بالنار، والنهارده استاذ انور بالكيمي من كام يوم سمعنا عن فتوح اصلا رشح رئاسه برضو يعني قضى عليه ونفس المشكله. ايه بقى الامن اصلا؟ استاذ عمرو موسى برضو حاجه مشابهه ليها، والولد اللي معاه اصلا ضرب بمطوه، فين الامن بقى؟ ليه ده؟ ايه يعني مش فاهم؟ ده كلام يعني كلام لن نسكت عنه. أنور البلكيمي دخل البرلمان ممثلا للدائرة الرابعة عمال بالمنوفية التي كان يشغل مقعدها في العهد السابق أحمد عز، وما بين شبهات بوجود محاولة اغتيال أو حادث سطو عادي، الجميع ينتظر نتائج تحقيقات الداخلية وتحديد هوية المتهمين. آية راضي، 90 دقيقة، قناة المحور. الواحد ما بقاش مأمن على نفسه النهارده في الشارع، مين النهارده واحد بيخرج الصبح ضامن حتى انه هيرجع بيته تاني؟ ده احنا ولا في الكابوني، ده احنا في شيكاغو. اللي بيحصل ده مش ممكن يكون بيحصل في مصر. مفيش اسبوع بيعدي النهارده من غير حادث بالطريقه دي، وبعدين بيحدث مع مين؟ احنا بنذيع الكلام ده عشان ده بيحصل مع شخصيات عامه، مع اعضاء مجلس الشعب، مع مرشحين للرئاسه. وثقوا ان قدهم عشرات بيحصل مع ناس عاديين لا بيقدروا يوصلوا للاعلام، واكتر حاجه يعملوها يروح يعملوا محضر. ده اللي بيروح يعمل محضر. وبعدين يعني انا مندهش، الامن لغايه امتى هنقعد كده؟ مفيش امن في البلد. لغايه امتى الواحد لا يامن على نفسه ولا على اولاده ولا على زوجته ولا على اي حاجه؟ لغايه امتى؟ يعني عايزين مسؤول يطلع يرد علينا، مش يطلع يبرر لنا ويقول لنا ويحاول يوجد من المبررات الواهية الملايين. عايزين مسؤول محترم يطلع يقول مشاكلنا في الامن 1 2 3 4 5 عشان نعالجها ونرجع الامن في الشارع المصري كذا. ده الطريق مصر اسكندريه الصحراوي، الطريق ده اللي فيه ده فيه مقطورات بتمشي مفروض، وعربيات والنقل التجاري بيتم بعد الساعه 12 بالليل، وناس رايحه وناس جايه. لما يكون الكلام ده بيحصل في الدائري وبيحصل في الطريق الصحراوي، ده ايه ده؟ يعني دي مش مصر اللي احنا عارفينها. وانا ما زلت بقول اين رئيس الوزراء مما يحدث؟ دكتور كمال الجنزوري لما جه اول حاجة قالها الامن، وانا بقول له الامن لم يتحقق يا دكتور كمال، ما فيش امن في البلد. سيادتك مؤمن عليك حراسة، الوزراء عليهم حراسات، لكن المواطنين واعضاء مجلس الشعب والناس العاديين ماشيين في الشارع كده خارجين يعني تكلهم على ربنا، يا يرجعوا يا ما يرجعوش. والواحد يروح المدرسه يودي ابنه المدرسه، يا يرجع له يتخطف ويطلبوه عايز ديه. والواحد ينزل بعربيته، يا يرجع بعربيته، يا يرجع ماشي، يرجع بتاكسي لانها اتسرقت. وعيش بقى لغايه ما ترفع تدفع الفلوس للحراميه وترجع عربيتك، حرام. البلد محتاجه النهارده قياده، اداره، عايزه حكومه بجد وعايزه داخليه بجد بقوه، تنزل تعمل سيطره في كل حاجه. يا فرحتي شايفين لجان هنا وهناك، لكن في الاخر ادينا شايفين. الراجل مضروب في وشه، مضروب مسروق، يعني انا مش عارف احنا منتظرين ايه، وهنأمن ازاي انتخابات الرئاسه بالشكل ده؟ الموضوع محتاج تصرف حازم النهارده وسريع. يا اما الحكومه دي قادره انها تمشي البلد وتأمن البلد في فتره الانتخابات الرئاسيه والفتره بتاعت وضع الدستور، يا اما تقول سلام عليكم هاتوا حد يجي يدير البلد، يبقى عنده القدره ان يدير البلد. لكن بالشكل ده كلام فارغ. النهارده اضرب اكتر من 400 عامل ومهندس في مشروع توشكا عن العمل، وقاموا بمظاهرات حاشده بعد ظهر اليوم في جميع مواقع المشروع اعتراضا على تجاهل مجلس الوزراء ووزاره الري تثبيت العمال والمهندسين المؤقتين اللي بلغ عددهم 2050 عامل. وندد المتظاهرون ضد الفساد المالي والاداري داخل الشؤون الميكانيكيه، ده بخلاف مطالبهم بصرف رواتب العمال المؤقتين الذين تعرضوا لأمراض مزمنة طوال فترة تواجدهم بالمشروع. وهتف العمال مطالبين بتدخل الدكتور كمال الجنزوري والاستجابة لمطالب المتظاهرين اللي هددوا بالإضراب العام
وتوقف العمل بالمشروع في حالة استمرار تجاهلهم. معنا على التليفون المهندس محمد محمود احد المضربين. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. ايه مطالبكم؟ احنا طبعا مطالبنا في الاول وفي الاخر الهيكلة. طبعا عشان احنا لينا من 97 مفيش اي تمويل المشروع من ناحية هيكلة المشروع، رغم ان المسؤولين سبق اكثر من مرة ان هم عمل هيكلة للمشروع، مفيش اي استجابة لمطالبنا دي. طبعا احنا معانا ناس عدت الخمسين سنة، يعني احنا مؤقتين، معانا ناس عدت الخمسين سنة. ايوه. فاحنا قاعدين يعني متواجدين هنا في المشروع بنشتغل ليل ونهار، يعني غير اي مؤقت ثاني في وزارة الري، منقطعين عن اهالينا ليل ونهار بنشتغل، مطالبنا دي ضايعة. طيب في حد جالكوا، حد قاعد معاكوا، حد استمع ليكوا؟ يا فندم احنا ده الاعتصام الثالث بعد الثورة. تمام؟ المسؤولين في كل اعتصام كانوا بيجون، لكن حاليا مفيش اي اهتمام، كلها التعامل معانا بلا مبالاه غريبه، ان الموضوع مش في ايدينا والموضوع في وزاره الماليه. طب وزاره الماليه طبعا سبع ان هي قالت ان احنا هنحول اعتماداتكم الماليه اللي هي على الباب السادس هنحولها على الباب الاول، وده ما حصلش. بس يا فندم فاحنا كان طبعا طول المده واللا مبالاه الغريبه اللي عملنا بيها رئيس القطاع، اللي احنا اتظلمنا بسببه، ان احنا بلطجيه وان احنا حبسناه وان احنا حرمنا منه الميه زي ما نزل على صفحه الوزاره في الفيسبوك. طبعا ده كله كلام ما حصلش، ده كان مساعد مدير الامن موجود معانا ومتعاطف معانا، قال مطالبكم دي شرعيه يا اخوانا واحنا معاكم وان شاء الله هنحل ونوصل لحل مع بعض. طبعا الكلام ده كله يعني احنا اتظلمنا في حته ان احنا بلطجيه وبنتعامل مع رئيس القطاع بالطريقه دي، لكن هو يعني حضرتك لما جه تجاهل الناس وما كانش حابب يقعد مع الناس. طيب هل في اتجاه لفض الاعتصام؟ احنا يا فندم الاعتصام فضيناه. تم طبعا بس ايه؟ مؤقتا لغايه ما كان في وعد من الوزير انه هيستجيب لمطالبنا وهنبتدي يتحرك خطوات ايجابيه فعلا لهيكله المشروع. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، والنهارده في اول تصريحات ردا على رئيس الوزراء الاخيره الدكتور كمال الجنزوري، واللي قال فيها دكتور كمال ان مصر لم يصلها اي مساعدات من الدول العربيه او الغربيه. النهارده نفى الامير سعود الفيصل وزير الخارجيه السعودي تصريحات الدكتور الجنزوري حول عدم تحقيق وعود سعوديه بتقديم مساعدات ماليه لمصر. وقال الفيصل في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية إن المملكة السعودية ماضية في تنفيذ التزامها بتقديم حسبة مساعدات قيمتها 3,750,000,000 دولار. وأعلن وزير الخارجية إن بلاده حولت فعليا لمصر 500,000,000 دولار كمنحة لدعم الميزانية المصرية لحساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري يوم 16 مايو الماضي. وبعثت وفدا من الصندوق السعودي للتنمية الى مصر لبحث العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ 1,450,000,000 دولار. نصدق مين؟ نصدق رئيس الوزراء المصري ولا نصدق وزير الخارجية السعودي؟ الفترة اللي فاتت شهدت هجوم مسلح ومحاولات سطو على محلات الذهب، واعلنت محلات منطقة الصاغة التوقف عن العمل لحين حل الازمة. كاميرا 90 دقيقة كانت النهاردة في الصاغة. هدوء حذر يسود منطقة الصاغة بعد اشتباكات وتبادل لإطلاق النار في شارع الأدوش قبل يومين أسفر عن قتيل من أهل المنطقة. اللي حصل أول امبارح جماعة بلطجية خدوا أحكام نتيجة السرقة اللي حصلت أثناء الثورة 25-28 يناير من السنة اللي فاتت. خدوا أحكام أول امبارح، ازاي الحرام ياخد حق؟ فبالتالي نزلوه بيقولوا احنا هم ضربوا نار، بس الحمد لله يعني بشكر ربنا اسم الجماليه الناس بتاعته ثبتت وجودها وضربوا عليهم النار. في ناس وقعت من الناس اللي هي المسجله دي، غير ان في ناس وقعت، في ناس حتى اللي هربت في ناس منهم اتمسكوا. هم جم بره الاول في السوق، بره بالرشاشات ومعاهم طبنجات وقالوا بقى يضربوا نار ويطلعوا قنابل من جيبهم ويضربوا. بعد ما ضربوا بره احنا بقينا نصوت للشباب، دخلوا على هنا مفيش خمس دقايق ولقينا احمد ده جايبينه في الهوندا كان متوفي، راحوا المستشفى رجعوا قالوا ده مات.
وجات الحكومة بقوا بيضربوا في قلب بعضيهم، ما عرفناش مين بيضرب مع مين. كان طالع فجأة لقى الضرب النار اشتغل، فقام داخل استخبى في العربية، ف13 15 طلقة في العربية لحد دلوقتي في العربية، شجنات وآلي وكده. معظم محال الذهب إما مغلقة وإما فتريناتها خالية. المحلات كلها قافلة، يعني مش احنا لوحدينا، وكله قافل وكله شايل الشغل في الخزن ومحدش فاتح، وطول ما في القلق دوت محدش هيفتح لحد هيشتغل، بس ومفيش حد برضه بينزل، لا حد هياخد شغل ولا حد هيجيب شغل بسبب القلق اللي بيحصل، وكل يوم بنسمع ضرب نار بالليل. عايزين أمن، مش عايزين حاجة غير كده. عايزين نرخص سلاح، مانعنا نرخص سلاح، طب نحمي حاجتنا ازاي؟ رغم ذلك هناك من هو مطمئن ويصر على العمل. دي مشكلة حصلت جوه في الورش جوه، انما ملهاش تأثير على شارع الساغة. بعد الأحداث التي شهدتها منطقة الساغة مساء الاثنين، اضطر أصحاب بعض المحال الذهب إلى إغلاقها، فهل هذا هو الحل؟ إيمان التوني، 90 دقيقة، قناة المحور. تغيب قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكراز المرقسية عن عظته الأسبوعية النهاردة بناء على نصيحة أطبائه، نظرا لحالة الإجهاد التي أصابته في الأونة الأخيرة وكمان ظروف الجو الصعبة. هذا الموضوع أساب البعض بالقلق على صحة قداسة البابا. معنا على التليفون نيافة الأنبا بسنتي أسقف حلوان ومعصرة لنتعرف منه على حالة قداسة البابا. مساء الخير نيافة الأنبا. مساء الخير يا أستاذ عمرو، ازاي الصحفة؟ نشكر ربنا. بالنسبة لقداسة البابا، هو اساسا عشان خاطر الحالة الظروف الجوية، انما كان من ساعتين ثلاثة مع قداسته بعض الاحباء والمسؤولين بكل خير وكل، يعني نشكر ربنا حالته الصحية مستقرة ويباشر عمله بقدر ما يستطيع، واي كلام غير كده ما يبقى خالي من الدقة. لكن الحمد لله صحته كويسه فن. لا كويس عادي، ما فيش اي حاجه، يعني هو لو ظروف الجويه كانت مرتاحه كان ده محظوظ. طيب الحمد لله احنا اطمئننا من حضرتك على صحته، وبشكرك جدا، نتمنى له دايما موفور الصحه والعافيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اكد المستشار عادل السعيد فيما يخص الخبر الخاص برفع اسماء المتهمين في قضيه تمويل من السفر، اكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابه العامه ان النيابه لا تختص باتخاذ اي اجراء يتعلق برفع اسماء المتهمين الممنوعين من السفر في قضيه تمويل الاجنبي غير المشروع للمنظمات والجمعيات الاهليه سواء كانوا مصريين او اجانب. وأشار المستشار عادل السعيد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قضاة التحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة في تلك القضية، وأصدروا فيها قرار بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد، وهم قضاة التحقيق من قرروا إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، موضحا أن النيابة العامة لا تختص بأي إجراء في هذه القضية وفقا لأحكام القانون. إذن من قام برفع الأسماء من قوائم ممنوعين من السفر ليس النائب العام ولكن قضاة التحقيق المختصين والمنوط بهم هذه القضية. بعد الفاصل هيبقى عندنا فقرتنا الأولى حوار مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. الفقرة الثانية هيكون حوار مع الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والفقرة الثالثة دين ودنيا مع الشيخ رمضان عبد المعز إمام المسجد الإسلامي في نيويورك. لكن قبل ما نطلع الفاصل، اليوم كانت جنازة الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق. كاميرا 90 دقيقة كانت هناك وتابعت الجنازة، وبعد الفاصل نعاود لنستقبل ضيفنا الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية. مشهد مهيب شيع مثقفو مصر وفنانوها وممثلون عن الجيش جثمان وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة في جنازة
خرجت بعد ظهر اليوم من مسجد الرشدان بمدينة نصر. النهاردة بنودع ابنك عظيم من أبناء مصر المخلصين الوطنيين اللي كان لهم دور بالغ الأهمية في الارتقاء بالثقافة المصرية وبالثقافة العربية والإنسانية وإسهاماته في إنقاذ أثار النوبة. كان أعظم وزير ثقافة شافته مصر في العصر الحديث، هو الذي أنقذ معابد أبو سمبل ومعابد فيلة والعالم كله وقف خلفه. الدكتور ثروت عكاشة هو أبويا فعلا، مش أبو دكتور محمود بس، هو أبو المثقفين المصريين، وهو أب روحي لكل هؤلاء المثقفين، تعلموا منه الكثير. كان عملاقا ومتواضعا وموسوعيا. فقد الأمة العربية كلها رجل 40 سنة الأخرانية ما أمش مع المكتب عشان يعمل تنوير ثقافي وتذوق غمالي للأمة العربية، وأصدر كل الثقافات اللي هي لم تحدث من قبل من ناحية الإسهامات في مشروع التنوير الثقافي ومن ناحية مؤلفاته الخاصة رحمه الله. كان ثروت عكاشة أبا للثقافة المصرية، وكان لأحفاده وزويه جدا مثاليا، معلما وأبا روحيا للجميع. ربنا يرحمه، عمل كتير للبلد ومثلي الأعلى في كل حاجة، وهو كان تعبان قوي الأيام الأخيرة، فربنا رحمه، بتمنى له الرحمة في الجنة إن شاء الله. فقدنا راجل عظيم، مش العيلة بس، مصر كلها فقدت راجل مش هيتعوض، محب لأسرته ومحب البلد ومحب كل حاجة حلوة، راجل مش يعني، ربنا يرحمه. كان مثل الجد والأب والأخ وكل حياتي كلها. ودعت مصر فقيدها الحر ثروة عكاشة، فاقدة رمزا من رموز الثقافة المصرية، ألهم الله أهله الصبر وجعل لمصر رجالا يحبون هذا الوطن. رحل ثروة عكاشة ولكنه خلد ذكرى في قلوب كل المصريين.